في بعض منهم ما فهموا قصدي. أنا جاية بس عشان أقول لكم إيش القسم من الصورة اللي أنا نزلتها وبعدين حذفتها. ليش؟ لأن الناس كانت تطلب مني إني أحذف الصورة، وأنا يعني بدون جمهوري ما كنت راح أوصل اللي أنا وصلت له. فعشانكم أنتم لأنكم قلتوا أحذف الصورة، ولكن مع أنه والله العظيم كانت أغلبية التعليقات كانت جدا إيجابية، ولكن السلبية شوي ما أحب أن تكون مؤثرة عن الإيجابيين، فهذا بيت طلبهم. عموما القسم من الصورة، إحنا عايشين الحالة أشكرك على أسلوبك الراقي، وعشان كذي أنا راح أرد عليك. أنت قلت بلاك فيس إز هيستوري، أنا ما أشوف الباست، أنا ما أشوف الهيستوري، أنا أشوف الحاضر. الحاضر عندنا مظاهرات بأمريكا، حتى مو عندنا إحنا العرب، لأن إحنا العرب ما عندنا عنصرية، ما نعيش عنصرية بلاك وايت، إحنا كلنا زي بعض. فأنا قاعدة أتكلم عن المظاهرات اللي صارت بأمريكا واحتجاجا وتضامنا مع اللون الداكن أنا حطيته في الصورة. فأتمنى أنكم تفهموني وما تحرفون كلامي، وأنا آسفة حق الناس اللي ما فهمتني. شكرا.